انت كمان بتهتم بمسألة المظهر والأناقة، واعتقد اخدت مع مجلة سيدتي 2 سنين ورا بعض ملك الأناقة ببيروت. مذاكرة هدير. انا بحب الترتيب، ما بيهمنيش الفاشن، يعني ما لحقش الموضة برضه. عشان اقول كده بس هنزعل دليل. عارف. لا، الستات ليهم طبعا طقوسهم واعمالهم والموضة بتاعتهم. انا دائما اعتقد انه الرجل هو في ترتيبه، في الالوان الهاديه اللي بيلبسها. يعني حلو الرجال يكون مرتب، ما بعرف شو يعني بالمصري، بس متهندم يعني. متهندم، انت فعلا كده جيت مصر كتير. طيب كمان عايز اسالك عن الديوز، انت عملت كذا ديو كسر الدنيا. مثلا احنا بالنسبه لنا الناس الرايقه العدويه، ومتهيالي مش بس بالنسبه للمصريين، كسرت الدنيا اللون ده. وعدويه ما كانش بيغني غير مع ابنه، وعملت الناس الرايقه، وحتى المزيكا فيها كانت مختلفه عن الشكل الطبيعي بتاعها. انا محظوظ طبعا انه عملت هذه المشاركه مع استاذ احمد، وطبعا هو انبسط فيها كثير، لانه كان له فتره ما كانش عامل شغل او عمل فني. بس ربنا اراد انه يكون العمل ناجح، ونحن اشتغلنا عليه بصراحه هدير يعني من قلبنا. وانا اخترت احمد عدويه لانه لون الاغنيه دي لايق على صوته كتير، وانا بحب الطربي الشعبي، فكانت توليفه حلوه. يعني انا اصلا فكره الديو بحبها، انا بحب الجوين فنتشر، بحب المشاركه بالعمل. بتحضر لاي ديو جديد؟ عندنا 3 ديو مع بالالبوم الجديد. حد مصري هسيبها مفاجاه بس هقول لك بعدين، يعني من اول ناس رح تعرف ان شاء الله. وحد عربي وفيميل ارتست. بتشوف الديو ده نجاحه بيكون ايه؟ العنصر فيه ايه اللي بيشد الناس للديو وبيخليها تعيش كمان وقت طويل؟ يعني دلوقتي احنا بنتكلم عن الناس الرايقه، مفيش حد مش حافظها. يمكن الناس تعبت شوي من شكل السوليست، عايزه تشوف مجموعه من الناس مع بعضها، عايزه تشوف شو بيقولوا الميكس، هيدا حابين يشوفوا الميكس بين الفنانين، خصوصا بالناس الرايقه. شافوا ميكس في العمر، شافوا ميكس في الصوت، شافوا ميكس في الاداء، وشافوا ميكس بنوع المزيكا عمرك طويل. سو هذا كومبينيشن حلو كتير.